ومشورتي في الناس أن يتطيبوا، يعني يبقوا طبع الطريقة بتاعت الطيب البشير اللي هي السمانية. قال لو شاورتوني بقول لكم كده، ليحيوا به بعد الممات ويرتعوا بروضته ذات البهاء ويكتب إمام له بالله عز ومفخر ومجد وتأييد وجاه ومنصب. أها عنده شنو بعد ذات؟ اسمع كلام الجاي ده، إذا اتصلت عليك الله، اسمع الكلام ده وافهمه كويس. قال إذا اتصلت كف المريد بكفه على بيعة الرضوان في الحال يجذب. إذا بايعت الشيخ ما الطيب البشير بتاع السمانية على إنك تبقى صوفي سماني، عندهم بيعة طبعا، والبيعة دي حرام، ما بيجوز تبايع عليك زول إلا الرئيس بتاع الدولة، تاني ما في بيعة. وحتى رئيس الدولة العلماء قالوا، الفقهاء قالوا ما شرط أي زول من الشعب يبايعه، إنما يبايعوا أهل الحل والعقد من العلماء والفقهاء يكفي، المسؤولين يكفي بيعة لباقي الشعب خلاص كفاية. لكن دل عندهم بيعات تانية، أي شيخ طريقة عنده بيعة تمسكه من يده والناس يتزاحموا في يده، لما ما تلقى طريق تقوم تمسك ظهر أوصل بزول الماسك يد الشيخ، والوراك يمسك وراك، ما موجود بالفيديو موثق، أو واحدين يمدوا العكاز كأنه ماس بتاع كهرباء من بعيد يهبش الشيخ، وذاك يمسك ظهر الزول الماسك العكاز، تبقى سلسلة طويلة جدا، ضلال في ضلال عجيب. ليه بيسووا كده؟ ليه حريصين على البيع؟ أيوة ده وراك السبب. قال إذا اتصلت كف المريد بكفه في البيعة، إذا بس على شرط تلمس كف الشيخ مباشرة على بيعة الرضوان في الحال يجزم. بيعة الرضوان دي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، بيعة الرضوان بيعة الموت، وديل أهل الجنة. إذا بايعت الشيخ هنا تاع السمانية أحمد طيب البشير بس على شرط يدك تهبش يد الشيخ، طوالي بيسجلوك مع الصحابة البايع بيعة الرضوان. شوف الكلام ده كيف يا أخي، بيعة الرضوان دي ربنا ذكر الصحابة البايع في القرآن. وعثمان بن عفان لما ما حضر واحد من الخوارج قام طعن فيه، أو من أهل البدع عموما، والحديث البخاري عن عثمان بن موهب رحمه الله قال جاء رجل فوجد الناس عند الكعبة في حلقة قاعدين كده، فقال أين الشيخ فيكم؟ الشيخ منو؟ فقالوا هو ذا اللي هو عبد الله بن عمر بن الخطاب الشيخ بتاع النازل. فقال إني سائلك، ده زول مجرم دار يطعن في منو؟ في عثمان بن عفان، ودار ناظر عبد الله بن عمر بن الخطاب وما عارف الحاصل. أليس عثمان لم يشهد بيعة الرضوان؟ ده أول سؤال. فقال ابن عمر بلى. قال أليس عثمان قد فر يوم الزحف؟ قال ابن عمر بلى. وذكر الثالثة نسيتها. الرجل قال الله أكبر زي ده كده، الله أكبر، وولى خلاص يقوم جاري بيها. قال ابن عمر أقبل، تعال تعال. أما عدم شهوده لبيعة الرضوان فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أرسله لأهل مكة، وأصلا البيعة دي كانت بسبب عثمان ذاته. تخيل بايعهم على شنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما رسلوا لأهل مكة وقالوا رسلوا منو ليهم، فقالوا عثمان لأنه عنده شرف فيهم وكذا 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 بدو مكانة، فالنبي رسلوا ليهم. لما رسلوا جاءت الإشاعة أنه عثمان ناس قريش الكفار كتلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أيكم يبايعني على الموت؟ عشان كده سموها بيعة شنو يا جماعة؟ الموت خلاص. فبايعهم من أجل الموضوع ده ذاته. فابن عمر قال أما عدم شهودي لبيعة الرضوان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله إلى مكة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يده بالأخرى بيد الأخرى وقال هذه بيعة عثمان، الرسول بايع له.
خلاص دي أفضل لذاته من هو يجي بايع. وأما فراره يوم أحد، يوم أحد نعم يوم أحد، فأشهد أن الله غفر له من الذين تولوا يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. قال له الآية وذكر له الثالثة، قال له خذ هذا معك نشيله وامشي بعده. رد له رد تمام، نجد له كل شبهات أجابه. سكت الرجل وفات طوالي ولا دبر. فدعا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه لما ما شهد الرسول بايع له. طيب ديل سمانية البايع له منه ده كذب يا أخي. قال على بيعة الرضوان في الحال يجزب. أها ده إذا بايعت الشيخ قال بيكتبوك في بيعة الرضوان. اثنين إذا بايعت الشيخ وخدت يدك في يده وينظر في أم الكتاب في اللوح المحفوظ. المريد إذا هب الشيخ في يده بعد المريد يشوف اللوح المحفوظ وينظر في أم الكتاب ويهتدي برؤيته من كان للمال ينهب. ده عقيدة النظر القبيل، إنه بعد المريد بيتطور بيبقى لو شاف أو شافه زول مجرم، إذا هو شاف المجرم أو المجرم شافه المجرم طوال شنو بيهتدي. وده كذب. في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن عيسى ابن مريم عليه السلام دخل فوجد رجلا لصا ويده داخل الكيس بيسرق ومدخل يده جوه عديل يعني قبضه بالسافت. قال أتسرق يا رجل؟ أتسرق يا رجل؟ قال والله ما سرقت مع إنه يده جوه. قال عيسى بن مريم عليه السلام آمنت بالله وكذبت عيني. شوف التوحيد ده كيف، ما داك حلف بالله تعظيما لله قال آمنت بالله عيسى بن مريم وكذبت عيني. لكن هل الرجل ده اهتدى؟ ما اهتدى مع انه شافه منه يا جماعه، شافوا عيسى بن مريم واحد. اثنين النبي عليه الصلاه والسلام شاف عم ابو طالب عند الموت وقال له يا عماه قل لا اله الا الله كلمه وحاج لك بي عند الله. يا عماه قل لا اله الا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. في النهاية قال هو عمه على ملة عبد المطلب ومات على الكفر خلاص ومخلد في نار جهنم، لكن أقل أهل جهنم شنو؟ عذابا من المشركين، أقلهم عذابا. مع أن النبي شافه ودعاه وما أسلم. أبو لهب النبي شافه وشاف النبي وربنا نزل فيه القرآن قال سيصلى نارا ذات لهب. فده كذب يا معاذ الكذابين. طيب قال من زاره لله ثم أحبه. إذا زرت أحمد طيب بشير ده واحد وحبيته بيحصل لك شنو؟ أحبه بصدق له تاج الولاية يوهب. دار تبقى ولي زور أحمد الطيب البشير وحبه خلاص أنت تاج الولاية بقيت ولي. وربنا قال الولاية بالإيمان والتقوى ما بهي زيارة زول يا جماعة، كذب. الذين آمنوا وكانوا يتقون. بعد ما يبقى ولي قال يموت على حسن الختام مكرما سعيدا. قال البزور أحمد الطيب البشير شيخ السمانية هنا في السودان يموت على حسن الختام مكرما، حسن الخاتم سعيدا وذو الانكار في الحال يعطب. البنكر الكلام ده زي ما نحن وانتم الان بتنكروا. قال ده في الحال يعطب، العطب يعني المصيبه يعني يحصل لك مصيبه طوالي وبيخوفوك كده يعلقوك بشيء دلقان ساكت يخوفوك علوك ترجف وتخاف من دون الله سبحانه وتعالى. عشان كده زمان كانوا ناشرين برضه ورقه تذكروها يقول لك انا الشيخ احمد حامل مفتاح الحرم المكي، ومرة يقول لك النبوي، وما أعرف كنت بايت الليلة عند الحجرة الشريفة مش كده؟ وشنو شنو؟ وفي مرة ما أعرف شنو النسوان الآن بقى ما يطيعوا أزواجهم، يعني ما هو صحيح؟ ندر له شيخ أحمد كمان أغلب النسوان ما بطيعن أزواجهم، لأنه ربنا قال وإن تطع أكثر من في الأرض نسوان ولا رجال يضلوك عن سبيل الله. مجرمين كذابين ساكت يحكي لك أشياء حاصلة أصلا.
في النهاية كذب عليك ولقى الورقة دي ما وزعتها 13 مرة، وأنا ما أعرف ليه الرقم 13 تحديدا. واحدين يقول لك 21، واحدين يقول لك 11، الأرقام دي جابوها من وين؟ لما وزعتها 13 بيحصل لك مصيبة كذا وكذا. تلقى الجماعة يوزعوا في نص نهار، كان في الموقف بتاع بحري تلقى واحد بيوزع في شنو؟ يقول لك لا لازم توزع، ويقول لك ذاك شرطه حصل له مصيبة، وده وزعها جو مال كثير وغنى، هو وزع الألفة ذاته مفلس، النجرة ذاته مفلس، كذابين ومجرمين كلهم يعلقوه بأشياء تافهة وأشياء ضعيفة زي ده. قال وذو الإنكار في الحال يعطب، هو الكنز والإكسير والمهيع الذي زيارته بعد المدينة تندب. الناس اللي قاعد يكذبوا فينا نحن، يقول لك الجماعة ديل وهابي، ونحن ما وهابي، ناس مسلمين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نأتي بأركان الإسلام ونفعل ما استطعنا من العبادات، انتهى الموضوع. ما فيش ولا تبعين لجماعة ولا طريقة، لا نحن من جماعة أنصار السنة، لا صوفية، لا جبهجية، لا أخوان مسلمين، لا حزب تحرير، لا أي حد، ناس مسلمين. في شنو الناس مشكلتها معانا شنو؟ وما دارين أي جماعة ولا أي طريق. طيب فيقول لك ديل الجماعة ديل بيقولوا ما زور قبل النبي، بيتين قلنا كذاب كذاب، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة، لكن ما لكن شد الرحال للقبر معصية بدعة. في انت تفرق يعني من السودان من هنا تنوي انك ما تشد الرحال وتشيل الاكل والتذكرة والتأشيرة وغيره وقروشك والذات ماشي المسجد النبوي، ده تشد للرحال مش للقبر. بعد ما تصل المسجد النبوي يسن لك تزور القبر سنة، لكن ما تشد الرحل من هنا بنية القبر، وإنما شد الرحل لواحد من ثلاثة مساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ما قال قبور، ما قال قبور، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. لما انتصل هناك بعد ذلك أنت بتنوي تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر ومقابر البقيع وشهداء أحد، ودي كلها من السنة. أما يقول لك ده جبر الرماة والسودانيين طالعين فوق والنساوين يشيلوهم يركبون فوق، ده ما من الدين ولا من السنة ذاته. ويقول لك مسجد القبلتين وراح وين، ده كله ما من السنة يا جماعة، ما من السنة. زيارة مسجد قباء من السنة، صلي فيه ركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم قال تعدل عمره. أهزول ده قال شنو؟ قال زيارته بعد المدينة تندب، يعني زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعدي طوال منه احمد الطيب البشير تزور قبره، هل ده عنده عليه دليل؟ يقدر يجيب دليل؟ ربنا قال قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم قال قبري ذاته ما تجعلوا كثير تزوروا كثير، رايك شنو؟ قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فان تسليمكم يبلغني حيث كنتم. ده قبر النبي صلى الله عليه وسلم، خليه قبر احمد الطيب البشير. قال تبناه خير المرسلين بحضرة، النبي صلى الله عليه وسلم يتبناه في الحضرة، تبناه تبني، ده هو الذي قال أحمد طيب البشير وده كذب. وقال إبراهيم إني له أبو، أما سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال أنا أبو أحمد طيب البشير ده عديل. وين قال؟ وينه قال وين؟ ولاقى وين؟ طيب قال وقد تفل المختار في فيه تفلة، قال الرسول بزق في خشم أحمد الطيب البشير السوداني، تفل في خشمه فنال بها علما عن الغير يحجب، ده كله كذب ما عنده أي عليه برهان ولا دليل. قال ولم يحتجب عنه الرسول لأنه إلى ذاته من كمل القوم أقرب، أصل الرسول ما احتجب عن أحمد الطيب، قاعد معه طوالي. طيب الجماعة دي ذاتهم ناس الطريقة السمانية، يقول لك ماشيين نزور الرسول في المدينة، يا أخي الرسول قاعد مع أحمد الطيب البشير هنا في السودان بنص كلام صاحب الديوان ده، وده كلام كله فارغ وكذب. ألم ترى أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسب، الله أداه أشياء وخوارق للعادات في مقام المعجزات بتاعت الرسل والأنبياء. ابن تيمية قال لو كان أحد يعطى مثل معجزات الأنبياء لما كان فرق بين النبي وغير النبي، صح ولا ما صح؟
وليه ربنا أصلا أدى الأنبياء والرسل معجزات وآيات؟ ليه؟ ليثبت أنهم مرسلون من عند الله، ولا ما كده. فلو كان باقي الطرق والصوفية بيعملوا زيهم يبقى ما في فريق أصلا، وما بكون في داعي أصلا للمعجزات اليوم، لأنه أي زول بقى عنده معجزة سماني، أي زول عنده معجزة. قال: ألم تر أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسبه كإحيائه ميتا بحي الموتى. وده كذب، لأن ربنا قال: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. ربنا بيحيي الموتى، الله ما بزول بيحيي الموتى. حتى عيسى بن مريم قال: أحيي الموتى بإذن الله، ودي كانت معجزة له، ما ممكن تقول لك أنت ذاك رسول وديل ما رسل ولا أنبياء. طيب، قال: وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تقلب. عنده معجزة ثانية، جابوا له بيت، وحكى صاحب الكتاب ده في كتابه الثاني اللي اسمه ليك سلام مني القصة دي بتاعت البيت اللي قلبوها ولد. قال: كان في شيخ اسمه يعقوب عنده 6 بنات، فجاء للشيخ أحمد طيب البشير ده ذاته، قال له: أنا ما عندي ولد ذكر. الشيخ قال له: أكبر واحدة جيبها بعد صلاة الصبح يوم الجمعة. طبعا ذاك درويش، وسموه درويش لأنه ما فاهم، ما بيفهم، ماشي جاب بنته وسلمها للشيخ. قال: فمسح الشيخ يده عليها تاليا قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، ودي ما عندها علاقة بالموضوع الآية دي. قال: فقلب الذكر من حينها. فقام قال هنا: وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تقلب. ونظم في الديوان ذاك لك سلام مني، قال له: سلم يا ولد، القلب البيت ولد. ربنا قال شنو؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الله قال كده: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. تخلق ربنا انت تغيره كيف تخلق على كيفك؟ طيب، قال: وقد جاءه الأعرابي بالتمر زائرا، وهو للقرآن يهوى، وأنه للقرآن يهوى ويطلب، فعلمه إياه في الوقت فابتدى يرتله. يا من سمعتم تعجب، واحد جاد يحفظ القرآن وشايل تمر هدية للشيخ وما حافظ القرآن. قال: علمه إياه في الحال، في نفس اللحظة، لحظة بس حفظ القرآن كله. فابتدى كمان قال يرتله. يا من سمعتم تعجب، وده لا يمكن، لأن يروى في الحديث: إنما العلم بالتعلم، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن القرآن يحتاج تعليم، وربنا علم القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام في كم سنة يا جماعة؟ 23 سنة. 23 سنة. ويروى عن ابن عمر أو عن عمر إنه حفظ البقرة في كم؟ في 10 سنين، لأنه كان بيحفظوها بيفهموها بيطبقوها، بعد ذاك ياخذوا تاني كده. فده قال حفظوا القرآن في الحال، في لحظة يعني، بس جاب تمر على التمر ده حفظ القرآن شت من الفاتحة على الناس، لا يمكن، وده كلام كذب. وده إن دل إنما يدل إنه جماعة ديل بيغشوا الناس بالكذب، يقول لك نحن أولياء وعندنا كرامات وكلها كذب، وده كتابهم، ده ما كتاب يعني ينشر ويباع الآن. وصاحب الكتاب ده أكثر زول مشهور في السودان، أكثر زول، وأكثر زول محبوب في السودان للأسف الشديد يعني، بعد كلامه الكفري الشركي الإلحادي الكذب والبدع، ده أكثر زول مشهور. صوره في الحفلات، في الركشات، في العربات، في الدكاكين، في محلات الذهب هناك، إلا من رحم الله تلقاه معلقينه. ليه؟ قالوا ده بيجيب البركة وبيجيب الزباين وبيجيب الرزق، ده صاحب الكتاب ده اللي قاعد يقول الباطل ده كله. قال: ومن قال هذا قبر أحمد أولا فصاحبه في القبر ليس يعذب. عندك زول دفنت اسمه عبد الله مثلا مات، إذا قلت ده قبر أحمد الطيب البشير، زولك عبد الله ده ما بيعذب في القبر أبدا. سبحان الله، عثمان بن عفان كان يخاف من عذاب القبر، لما يذكر عنه عنده عذاب القبر كان يبكي أكثر مما يبكي لما يذكر له نار جهنم. في الاثنين بيبكي لكن في القبر أكثر. قالوا ليه وليه؟ قال: لأن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أهون، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ده قال أنت بتنجو من عذاب القبر بشنو؟
تقول ده قبر أحمد الطيب البشير تنجو. كلام ده يا جماعة والله الذي لا إله غيره ده كلام فرى وافتراء على الله سبحانه وتعالى وعلى الإسلام وعلى الدين. والديوان ده كله باطل شت في نهاية، ولسه في باطل لكن أنا أختصر ببيت واحد قال قوماك نزاور في نهاية الديوان. للأولي الأقطاب لهم نشاور، منهم خفي الحال منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن ظاهر. قال عندهم أولياء عندهم يعلم الغيب باطن ظاهر. ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ما بزول بيعلم الغيب إلا الله يعلم. حتى الآية اللي هم بيستدلوا بها وفهموها غلط هي رد عليهم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يقول لك ده إذن دليل إن شيوخنا بيعلموا الغيب. طيب الله قال رسول ولا قال شيوخكم الرسول؟ إذا شيوخك ما بيعلموا الغيب، ده أول حاجة. شيوخك كتمر أبو بره وكده حجتك انتهت. طيب هل الرسول ذاته يعلم الغيب؟ ما يعلم. الدليل شنو؟ الدليل الآية ذات. ربنا قال فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. طيب كان غيب، لما ربنا يظهر للرسول هل بيسمى غيب؟ ما بيسمى غيب يا جماعة، بيسمى علم شهادة. قبيل كان غيب عالم الغيب، ده قبيل كان غيب على الرسول، لكن قال فلا يظهر، عشان كده ربنا جاب كلمة شنو؟ يظهر. بقى شيء ظاهر يكون غيب كيف؟ هو الغيب تعريفه عند بعضهم قالوا ما غاب عنك، ده الغيب عنك أنت، ما غاب عنك. طيب الشيء الظاهر لك، هذا الكتاب ده أنا شايفه، هل هو غيب؟ بعد ما ظهر ما غيب، لكن قبل ما يظهر كان شنو؟ كان غيب. كذلك الآية قبل ما ربنا يوري الرسل كان غيب. زي شنو هنا مقصود في الآية؟ زي أخبار الساعة، أشارات الساعة، المسيح الدجال، ربنا يوريه أشياء ما كانوا يعلموها من العلم إلى آخره، ده كان غيب عنهم. والرسل ذاته اللي ربنا علموا لهم ده من الشيل كان غيب، والآن بقى ظاهر فلا يظهر على غيب أحد. الرسل كتموا ولا بلغوا؟ ها؟ بلغوا لنا صح ولا ما صح؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقالت عائشة من حدثك أن محمدا كتم شيئا من الرسالة فقد أعظم على الله الفرية. فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ أي حاجة صح ولا ما صح؟ طيب أي حاجة ربنا بلغ له وكانت غيب عنه هو بلغنا لها صلى الله عليه وسلم. فإذا كان معنى الآية أن الرسول يعلم الغيب معناته معنى الآية أنه كلنا نعلم الغيب. وإذا كان كل البشر يعلموا الغيب إذا ما في فضيلة لشيخ صوفي بيعلم الغيب علينا، لأنه كلنا بنعلم الغيب. دي من جهة. من جهة ثانية إنه طالما الرسول ورانا له بقى ما غيب، بقى علم شهادة. لكن ربنا لما قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، دي أشياء ربنا ما علمها حتى للرسل. صح ولا ما صح؟ الجماعة لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الروح الجواب كان شنو؟ قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لما جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة بتين هل جاوب؟ جاوب يوم القيامة بتين؟ ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرف لأنه ده من علم الغيب. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. طيب صاحب الكتاب ده منه؟ ده هو قدام قال الكلب بتاع أصحاب الكهف قاعد جوا الجنة فوق، قال في جنة الفردوس وكذب ذاته ما عنده حد ذاته وكله شرك. أنا بس اختصرت بعض الأشياء. ده كتاب البرعي، كتاب ده حق البرعي، مطبوع وين؟ بيت الثقافة الخرطوم ودار ومكتبة الهلال بيروت. ودي صورته هنا عبد الرحيم البرعي، وده أكثر صوفي مشهور في السودان وأكثر شيخ صوفي بيعبدون أغلب الناس. الزول ده صورته إذا علقوها في الدكان بيعتقدوا إنه صورته دي بتجيب رزق وبتبعد ناس الضرائب. صورة بتاعت الزول ده بس، صورة بس، ويكذب حوله أكاذيب ما حصلت. وقف الطيارة بالسماء، وينه؟ وين الطيارة؟ وقف بياتو محطة، كذب كذب.
وما عارف العربية، قال لما ما عارف الجاز بتاعه ولا البنزين خلص وما لقوا طرمبة كبة فيها موية ومشت. كذب كذب، ما ولي الكرامات فيه، لكن ده ما ولي عشان تكون عنده كرامة، لأنه كلامه ده كله شرك بالله وكفر. الغريب إنه الناس يزعلوا يقول لك يا أخي ليه واتكلمت عنه؟ أنا ما شتمته يا ناس، أنا جبت كلامه الكتب بيده بصباعه وعمل كتاب ووزعه في السوق، والكتاب ده وزعه عشان الناس يشتروا. يبقى ما في غلط هنا أصلا، هو وزعه عشان نقرأ، إحنا قرينا لكم وحكمنا عليه بالكتاب وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعليه وصحبه، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. أيوة أيوة، نعم. ومسألة الوضوء فإن الناس يعني يتكلم في أهل البدع عليهم، بعض الناس بيقول لك إنه ما واجب عين، واجب كفاية. كلام في أهل الشرك والضلال. واجب عيني على كل من استطاع وعنده علم علمية، ما شرط يكون عالم كبير يعلم شيء يرد عليه، واجب عليه عيني، لأنه ما قام ذاته حد الكفاية. الآن أكثر دعاة الباطل ولا دعاة السنة؟ أكثر دعاة الباطل، فحد الكفاية اللي بيقولوا ده ذات ده ذاته ما حصل أصلا، لأنه أهل الباطل ودعاة الباطل أكثر، بل ملايين دعاة الباطل، ملايين مملينة دي دعاة الباطل، دعاة السنة كلهم على أصابع اليد، سنة صحيحة، ما الحزبيين ولا الأخوان المسلمين ولا غيرهم، بأصابع اليد، عرفت كلامي؟ فلازم ده واجب عين تتكلم، ويجب تحذر باسمه عديل، زي ما قال الشيخ العثيمين، قال إذا كان زول طاغية ومعروف باسمه ومشهور عند الناس، قال لي يجب أن يذكر باسمي، عديل كده. فتوى صوتية موجودة في اليوتيوب الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، كلام ابن تيمية معروف وكلام العلماء والسلف معروف يعني. وإلا الناس هيحذروا كيف يعني؟ لو قلت لهم والله في زول ضال في البلد دي، وجزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، منو؟ منو؟ ما تم الواجب، أنت لابد تحذر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في أمر خطبة قال إن معاوية صعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء، أمر خطوبة، فكيف أمر قائم عليه والدين كله والإسلام كله؟ جزاكم الله خير، معليش طولنا بيكم. أيوة نعم 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 طيب، السؤال الأول قال هل عمر بن الخطاب توسل بالعباس؟ نعم، توسل عمر بدعاء العباس وليس بجاهه ومكانته، مع أنه عنده مكانة عند الله عز وجل وجاه صحابي جليل، لكن ما توسل بشنا يا جماعة؟ بمكانته عند الله، ونتوسل بدعائه. الدليل الرواية دي زاد في رواية نقلها الزبير بن بكار في كتاب الأنساب، ونقل الرواية دي ابن حجر في فتح الباري، إنه عمر قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فالعباس بعد ذاك رفع يدين قال اللهم ما نزل بلاء إلا بمعصية أو بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، وهذه أكفنا رفعنا إليك بالتوبة، أو كما قال اللهم أسقنا تبنا إليك فاسقنا، فنزل المطر. إذن كان الموضوع توسل بشنا يا جماعة؟ بالدعاء. ابن تيمية قال ولو كان التوسل بمكانة العباس عند الله لما قال عمر كنا نتوسل إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، ما كان يخلي التوسل بالنبي بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم ويتوسل بمكانة العباس، صح ولا ما صح؟ السؤال الثاني شنو؟ هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن سلول؟ نعم صلى واجتهد في ذلك وأتى الوحي وصوبه، ولا تصلي على أحد منهم مات، ولا تصلي على أحد الآية منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون.
نعم ايوه نعم نعم شنو؟ لا ما يجوز يا جماعة. الشيخ الفوزان قال ما يجوز جماعتين في مسجد في وقت واحد، لكن جماعتين في المسجد في أوقات يعني مثلا ديل صلوا انتهوا، ديك دخلوا لقوا ديل سلموا عملوا جماعة ثانية ما في مشكلة، لكن جماعتين في وقت واحد ده بيصلوا بجاي وده اللي بيجاي ده حرام، ما بجوز، محرم. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.